ما هما الزهراوان؟ يقصد بالزهراوين أي الأبيض المنير، فالزاهر هو الأبيض الناصع البياض، والأثر الناتج من قراءة سورة آل عمران وسورة البقرة هو تضليل المؤمن بسحابة بيضاء يوم القيامة، وبالتحديد المؤمن القارئ لسورة البقرة وسورة آل عمران. وقد سميت السورتين بالزهراوين للأثر والأجر الناتج من قراءتهما، حيث يقف من يحرص على قراءتهما تحت ظل السحابة المنيرة يوم القيامة. سميت سورتي البقرة وآل عمران بالزهراوين، حيث بين هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما تلقبان بالزهراوين، وذلك في الحديث الذي يحث على قراءتهما ويبين فضلهما العظيم من تضليل المؤمن بظلهما يوم القيامة. وقد ورد ذلك في صحيح مسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف.